دلوقتي احنا رجعنا وحضرتك بتقول ان الكيمياء ما كانتش، مع ان احنا شايفين في الكيمياء على في الاغاني كانت جامده جدا. الكيمياء اللي بين لما هي قالت لك انت حاسس ان الكيمياء ما بين فريد وشاديه ما كانتش مظبوطه؟ لا دي وجهة نظر يعني. ايوه ما انا عارف، ما انا وجهه نظر دي حضرتك وجهة ايه نظر انا، كفنان. ما انا ما عشتهمش مع بعض، انما لكن ايوه، لكن انت ايه اللي بخلاك تقول كده؟ ربنا سامحني يعني. الله يرحمها، صرحت بأن فريد قعد على السلم بره وهي قافله الباب. الله يرحمها. الله يرحمه. ويرحمه طبعا. طبعا. لا الراجل يقع في اللحظة دي، في اللحظة دي ما تثقش فيه او يعني الراجل يقع من نظر الست. طب ما انتوا ستات مش كده برضه؟ لما يقعد انا هتكلم نبات عنكم يعني. لا المنظر ده يوقع الراجل او تحتفي بيه ان هو يعني ما بيحبها، احبك واموت فيكي وكل حاجه، لكن كرامتي ان يقع من واخد بالك؟ برافو عليك، كرامتي هتخليني في نظري. ما فيش كرامه في الحب يا استاذ. لا معلش، لا مش دي مش كرامه في الحب. لا هي بتحبه مش ممكن يعلى في ما هو عندك على السلم يعز ده ام كلثوم بقى عز جمالك على السلم وانت قافله الباب يعني. لا درامي كده بس عايز اقول حاجه. عايز انا بس عايز قلت حاجه مهمه بس، وهي بتغني ان هي اللي غنت مع اربع مطربين. عبد الحليم فوزي طبعا في الاول، فوزي وفريد وداود حسني. لا كمال حسني. كمال حسني داود حسني ده قديم قوي. بس عايز اقول عشان بس نقفل الصفحه بتاعت فريد وشاديه. قد يكون في حالة الفيلم بيحصل كتير ان البطل والبطلة بيعيشوا حالة، في حد بقى بيكمل بعد نهاية التصوير وفي حد خلاص يعمل ستوب. قد تكون مدام شادي عملت ستوب، فريد اكمل الحكاية. بخصوص فعلا هي المطربة الوحيدة اللي عملت ده. صباح اشتغلت مع فوزي وعبد الحليم وفريد بس ما غني، وفريد طبعا بس ما غنتش لو انت فاكرة في شارع الحب مع عبد الحليم، ما عملش دويتو. انا ما اعرفش ايه السبب، لكن الوحيدة اللي عملت دويتو حتى مع لما طلعوا كمال حسني بعد سنة واحدة من نجاح عبد الحليم، عشان كانوا عايزين يضربوا عبد الحليم جابوا له كل العناصر. انت مش شادية يا عم، هي معاك هات شادية، مش الموجي كان معاك هات الموجي، مش فلان لحالك جابوا محمد علي احمد الشاعر اللي عمل على قد شو جابوه برده، بس ربنا ما حققش النجاح.